انت كنت تتمني بقى انهي نهايه؟ ايوه احب انا النظره دي. لا يعني انا كنت يعني النهايه اللي كنت اتمناها لجميله ملهاش علاقه بهشام خالص. يعني كنت اتمنى انه جميله تبقى عندها احساس بالرضا والاستقلاليه وبالاكتمال بغض النظر حياتها فيها شادي او فيها هشام او ما فيهاش حد خالص، ان هي تلاقي السكينه من غير ما تكون بتدور على واحد. يعني ان هي تلاقي القوه والسكينه والنجاح ده، ولو جه واحد يعني يمشي في المنظومه دي اهلا وسهلا، ما جاش يبقى برضو عندها كل المقومات دي. ده كان يعني امنياتي. ما هو بقى مدحت العدل عايزنا بقى مش عارفين، مدحت العدل عايزنا متلخبطين.